مع دخول العالم شهره الخامس لتفشي فيروس كورونا وبدء العديد من الدول في تخفيف إجراءات العزل العام، يبدو أن الأوضاع على الأرض تشير إلى استمرار القفزات في أعداد الإصابات والوفيات، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث عادت الحصيلة اليومية لضحايا الفيروس للارتفاع في حصيلة تعد من بين الأكبر في الأسابيع الأخيرة بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 58 ألفا خلال نحو شهرين، وهي حصيلة تتخطى عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في حرب فيتنام على مدى عقدين، بينما تخطت الولايات المتحدة كذلك عتبة المليون إصابة، أي نحو ثلث الحصيلة المسجل عالميا وفق تعداد للجامعة نفسها. من جهته توقع الرئيس دونالد ترامب أن بلاده ستكون قادرة قريبا على إجراء 5 ملايين فحص كورونا بشكل يومي، مشيرا إلى أنه يبحث إجراء فحوصات لجميع القادمين للبلاد عبر الرحلات الدولية خاصة من البرازيل. نحن الأفضل في العالم في اختبارات فيروس كورونا، لقد أجرينا اختبارات أكثر من أي دولة في العالم، وسنفعل ذلك على الأرجح مع الرحلات القادمة من البرازيل حيث تشهد تفشيا إلى حد كبير. سنتخذ هذا القرار قريبا، كما ستشمل الإجراءات الجديدة إجراء اختبار فيروس كورونا على متن الطائرة أيضا. وفي الوقت الذي بدأ العالم يتجه للمرحلة الثانية في التعامل مع الوباء، ألا وهي مرحلة التعايش التي تنبئ بعودة الحياة اليومية مع فيروس بلا لقاح أو علاج حتى الآن، تعالت تحذيرات دولية من إمكانية حصول موجة ثانية من انتشار الفيروس حال تخفيف القيود قبل الأوان أو عدم الالتزام بضوابط التباعد الاجتماعي.